السلام عليكم، كيف دايرين؟ كل شي مزيان، كل شي بخير. اتمنىكم تكونوا بأحسن أحوال يا ربي. اليوم أخوتي قصنا ديال القصة اللي كنت قلت لكم، قصة ماريا آن بيفان. ماريا آن بيفان هي فتاة إنجليزية، وهاد الفتاة هذه كانت عايشة مع عائلة. القصة ديالها نعاودها لكم من الأول، بقاو معايا. اللي كيقولوا لها أبشع امرأة في العالم. كيفاش حتى ولات أبشع امرأة في العالم؟ ياجي وبقوا معايا وسمعوا قصة من الأول حتى الأخر. ماريا آن بيفان هي بنت اللي كانت عايشة في القرن 20 مع العائلة ديالها، بنت عائلة متوسطة، كانت خدامة ممرضة في السبيطار. هي أصل ديالها إنجليزي، كانت خدامة عادية بحالك بحال الناس. تا واحد النهار تقدم لها واحد السيد اللي تعرفت عليه وبقات معاه. من بعد هو يتقدم لها تجوج بها، اللي هاد السيد هذا كان يبيع الورود. من بعدها ولدت معاه ربعات الوليدات، وبقات عايشة وتكبرت شوية بشوية. دوك الوليدات الجوج ديالها مرض واحد المرضى خايبة وهو يموت. ماريا بقات خدامة في خدمة ديالها وكتصرف على وليداتها بربعة. ولكن واحد الوقت جاها واحد المرض، وهاد المرض هذا اللي تيقولوا ليه مرض أضخام العظام، اللي الدات ديالها ولات كتكبر، ما لقات ما دير. وهذاك الوقت ما كانش عنده الدواء، ولا ليها التشوه في الوجه وفي الدات ديالها كلها، لأنها ولات تتلقب بالمرأة العملاقة. ولكن الخدمة ديالها طرداتها من الخدمة. كيفاش غدير ماريا مع ربعة الوليدات؟ كيفاش غتوكلهم؟ هنا بقات مسكينة كتسلف من هنا وكتسلف من هنا، ما قلات ما دارت. ماريا حط مات مسكينة. اش غدير؟ غتمشي تهين الكرامة ديالها وتطيح الكرامة ديالها. مسكينة مشات لواحد البرنامج، وهذا البرنامج هنا باش تعلن انها تقول لي ابشع امرأة في العالم. هنا مسكينة بس صبرت تنمر وصبرت بزاف الإهانات، والناس كيضحك عليها وكل شي كيضحكوا عليها. مهم صبرت بزاف، ولا شافوها دراري صغار يتبعوها ويضربوها بالحجر. هذاك العهد كانوا الناس مساكن ما كانوش واعين، كانوا اللي شافوه كيضحكوا عليه. تنمر كان بزاف. ماريا صبرت على قبل وليداتها باش يعيشوا وياكلوا، ولكن مسكينة سمحات فراسها. كي تتشوفوا ماريا شاركت بزاف عدد ديال المهرجانات وديال السيرك، ولكن كانت بزاف هي خدامة في السيرك بزاف، لأن بزاف كيجيو الناس وكيشوفوهم وكيضحكوا عليهم. تماك مسكينة كانت تتصرف على وليداتها، كانت تصبر بزاف. الناس كيلوحوا عليها بزاف، مطيشة ها اللي يشوفها ويضحك. علاش؟ باش يجي الناس كانت تجي من بعد باش تشوف المنظر ديال ماريا. ولكن ماريا مسكينة كانت صابرة وشادها في قلبها. علاش؟ على حساب وليداتها. بقات مسكينة خدامة هذاك الخدمة حتى وصلت واحد اللاج اللي ولات عندها 59 سنة، وبقات مسكينة شادة هذيك الخدمة. كانت واحد مرة كانت هذاك الساعة كان هذيك المرة كانت واحد المهرجان اللي كانوا حضروا فيه بزاف ديال السيرك، ولا كانت مسكينة كتمشى باش الناس يشوفوا المظهر ديالها. ماريا طاحت والناس كتضحك، قالوا ياك ما طاحت باش تضحكنا. ولكن ماريا الوقت اللي طاحت جيت له لقاو السيدة ماتت، جاتها أزمة قلبية. كما كتشوفوا الموت ديالها وكل شي، كل شي كيهضر على صغير وكبير. علاش؟ تنمروا عليها وصبرات وبقات مسكينة صابرة. ولكن هنا فين كتشوفوا كيفاش القصة الناس كيهضروا عليها، كانوا كيسموها أبشع امرأة في العالم وتلقبات وتشهرات. وهنا في الصحافة وبزاف الناس بقوا كيبحثوا على الحياة ديالها وعرفوا القصة ديالها من نواحي الناس اللي كيعرفوها، كيفاش كانت كتصبر وكيفاش كانت علاش مسكينة دارت هاد الخدمة. كما كتشوفوا قصتنا اليوم درتها لكم قصيرة، وكنتمناكم تتبعوا معايا قصص جداد، ولي لايك والاشتراك، ومرحبا بكم وألف مرحبا. شكرا.